النهارده يا جماعه عايزين نديكوا شويه نصايح نظبط بيها خونه خيانه. ايه انت بتعمل ايه يا مستر علي؟ بعمل فيديو. الناس كلها بتعمل فيديوهات بلقط رزق قبل كده. انا ما قلتش حاجه، بس بتعمل فيديو بالمايك بتاعي؟ بالمايك بتاعك وبالكاميرا بتاعتك. والكاميرا بتاعتي وفي اوضتي كمان، قصدي في السنتر بتاعي. عادي يعني، انا ما كرهش حاجه عادي. معايا اتكلموا فين؟ لا انت بقى عشان لا والله العظيم ما يسمعش. لا مش انت بدات الفيديو؟ لا يفتى لا يفتى ومالك في المدينه. طيب خلاص، بصوا يا جماعه، النهارده هنتكلم في شويه كلمات في الانجليش كانت تتكون من حرفين او ثلاث حروف، لكن رغم ان هم كلمات صغننه كتكوته كده، لكن لو انت قلتهم صح زي ما احنا هنقولهم في الفيديو بتاع النهارده، نطقك هيتغير 100 داي. ده طويل قوي ليه كده؟ يلا بينا نبتدي مع بعض. عشان نوضح لكم قد ايه الموضوع مهم والفرق هيبان، الحاجات اللي احنا هنقولها حطيناها في جمله، انا هقولها ببطء وهو هيشرح القواعد وهيقول الجمله بسرعه. So the sentence is one of my friends and I are in the hospital for help and need to the end. One of my friends and I are in the hospital for help and need to the end. جملتي دي تقلت بسرعه لان فيها كلمات ممكن تتقال بطريقه سريعه وتغير نطقك وتخليك تقول جمل كتير اسرع من كده. الكلمات ديت هي of and to the in and for. اول كلمه of، ودي في الرابيد سبيتش او النطق السريع بتبقى بس في شرط، لازم الكلمه اللي بعدها تبقى بدأ بحرف ثابت اللي هو الكونسونت. يعني ايه حرف ثابت؟ يعني كل حروف اللغه الانجليزيه ما عدا الفاولز او الحروف المتحركة. يعني مثلا لو عايز اقول you want a piece of this cake، ممكن اقول you want a piece of this cake. You want a piece of this cake. تاني خالص انا، ودي بتشمل كلمتين، كلمة and وكلمة in، والاثنين مع بعض بنختصرهم ل in بس زي حرف ال in. فمثلا بدل ما اقول Claire and Adam are in the center، هقول Claire and Adam are in the center. Claire and Adam are in the center. تالي قاعدة معانا هي كلمة for، وكلمة for في الانجليش ممكن اختصرها اخليها for عشان ما تبقاش زي رقم اربعة for، فـ instead of for I say for. زي لما نقول مثلا thanks for help، ما نقول thanks for help، thanks for help، for. رابع قاعدة معانا النهاردة هي that، وذا زي ما احنا عارفين ليها نطقين على حسب الحرف الاول من الكلمة اللي بعدها. يعني ذا لو جي بعدها صوت حرف ساكن بنطقها ذا، لكن لو جي بعدها صوت حرف متحرك بنطقها ذي. يعني ممكن اقول I ate the banana، or ممكن اقول I ate the apple. لكن في تريكة بسيطة ممكن نزودها في الصوت التاني اللي هو الذي. لو عندي حرف متحرك بعد الذا ممكن اعمل صوت شبه الواي بين الذي والكلمة اللي بعدها. يعني بدل ما اقول the apple بقول the apple، the apple، the Americans، the old woman، and so on. اخر قاعدة معانا النهاردة هي قاعدة to في الانجليش. الكلمة الحرفين دول ممكن تغير نطقك 180 درجة فعلا. انا هعمل عليها حلقه كامله، هشرح القاعده دي هنا باختصار، بس اوعدك هعمل عليها حلقه كامله. تو في الانجليش ليها نطقين، نطق ته ونطق ده. بتتنطق ته لو جت في الكلمه اللي قبلها واحد من الحروف اللي هتطلع لك على الشاشه ديت اللي اسمها unvoiced letters، وتتنطق ده لو يعني دي اي لو جت في الكلمه اللي قبلها واحد من الحروف برضو اللي هتظهر لك على الشاشه واسمها voiced letters. طب خلينا اديك مثال. مثال الاولاني I go to school every day. لو انا عاوز اقولها بسرعه هقول I go to school every day. I go to school، go to school every day. المثال الثاني وهو I stop to get some rest. انا قلتها تو اهي. لو عاوز اقولها بسرعه هقول I stopped to get some rest. I stopped to get some rest. ته. اوكي؟ افتكر ان احنا قلنا rules او قلنا شوية قواعد. القواعد دي في النهاية محتاجة منك شوية ممارسة، حاول تطبقها وتخليها في دماغك دايما وانت بتقرا وانت بتتكلم، ووعدك في ظرف اسبوع واحد ويمكن اقل مستر علي نطقهم هيتغير 180 درجة زي ما وعدنا. حسك عينك تعمل فيديوهات من غيري. هعمل. لا 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 بص
خلاص. طيب هو لسه بيصور. طب that's all for today. Thank you and wish you all the best. Bye.